عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تابع خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع السيد الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة وسبل زيادة الإنتاج. خلال الاجتماع أكد مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة. هذا وناقش الاجتماع إمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول وبأسعار مناسبة وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقا لقواعد محددة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية، وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه يأتي بهدف العمل على دفع ومساندة صناعة السكر في مصر، ما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موجها بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف. شهد الاجتماع مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر وتدليل المعوقات التي تواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول، ودفع العمل بشركة تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها. تواصل لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في السعودية خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، تواصل متابعتها المستمرة لما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة. أعلن مجلس الوزراء أن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم ولم يمكنهم أو يمكنهم التعرف على موقفهم حتى تاريخه، لضرورة التوجه إلى مقر وزارة الخارجية في منطقة جاردن سيتي، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبحث عن ذويهم، تمهيدا لسحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية من ذوي المفقودين. افتتح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة، والتي تعقد بالقاهرة على مدار يومين تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا. تتضمن النسخة الخامسة من المؤتمر أربع جلسات، حيث تتناول الأولى فرص وأفاق الاستثمار في مصر، ومن المقرر أن تتناول الجلسة الثانية التعليم والتدريب وتأهيل الشباب. أما الجلسة الثالثة من المؤتمر فسوف تنعقد تحت عنوان الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بينما تنعقد الجلسة الرابعة بالمؤتمر تحت عنوان تيسيرات ومزايا للمصريين بالخارج. أود أن أنقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أبناء الجالية المصرية في الخارج،
تقديرا من سيادته لكم وعرفانا بكل دور الذي تقومون به من أجل رفعة الوطن وإعلاء مصلحته والدفاع عنه. بالتأكيد هذا المؤتمر يمثل كما ذكرت فرصة للنقاش وللتداول، وأيضا لإطلاعكم على حقائق الأمور في وطنكم مصر، وبحث آفاق مساهمتكم في مسيرة التنمية الشاملة في مصر التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي محورية دور الذراع الدبلوماسية للدولة المصرية في تحقيق المصالح الاستراتيجية للوطن، كونها تعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، خلال لقائه مع سفراء مصر بالخارج والسفراء المنقولين حديثا لرئاسة عدد من بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية. أكد عبد العاطي على الأهمية القصوى على أن سفارات مصر عليها مسؤولية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة الواعدة في مصر. هذا وأشار الوزير إلى أن حماية مصالح المصريين في الخارج تعد بمثابة أولوية قصوى لعمل البعثات المصرية في دول الاعتماد. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات مع روسيا الاتحادية والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ناقش عبد العاطي القضايا محل الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة، ما يحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعوبها ويجنبها الانزلاق في حلقة مفرغة من المواجهات. استقبل محافظ شمال سيناء خالد المجاور وزير الخارجية التركية هاكان فيدان وسفير تركيا بالقاهرة صالح مطلوتون والوفد المرافق لهم. وأكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلى المحافظة وادخالها إلى قطاع غزة. من جانبه ثمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدور الذي تقوم به مصر في استقبال المساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة، وأكد أن مواقف مصر وتركيا متطابقة في ضرورة إنهاء الحرب على غزة وإقرار السلام بالمنطقة عن طريق حل الدولتين. نعلم أن حجم المساعدات التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة لا تتناسب أبدا مع حجم احتياجاتهم. بالتأكيد 25 شاحنة يوميا عدد قليل جدا، ولدينا مليون فلسطيني بالإضافة إلى المتواجدين في أطراف القطاع يعانون من نقص الدواء والغذاء والملجأ. إننا في حاجة إلى العمل معا لوقف هذه الجرائم. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. استشهد 27 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين بحي النصر غرب مدينة غزة ومجموعة من المواطنين الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب شرق المدينة. في غضون ذلك طالب الجيش الإسرائيلي سكان أحياء شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بالإخلاء، وقال إن مناطق جنوب شرق خان يونس ستتحول لمنطقة قتال خطيرة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن غزة على شفا كارثة
فضلا عن الكارثة البيئية والإنسانية في القطاع جراء تكدس النفايات وتلوث المياه وقلة الأدوية. أشارت إلى تسجيل 100,000 حالة التهاب كبد الوبائي في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول العدوان ليومه الثالث بعد 100 الثالثة، ما أسفر عن استشهاد 39,583 أغلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 91,398 آخرين في حصيلة غير نهائية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحرب ضد ما أسماه بالإرهاب مستمرة طوال الوقت. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي قدم نتنياهو تعزيل لأسرتي القتيلين الذين سقط طعن في الهجوم الذي نفذه فلسطيني بإحدى ضواحي تل أبيب صباح اليوم. نحن في حرب متعددة الجبهات، إننا مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم. أكرر وأقول سنرد، وسيدفع من يرتكب أي عمل عدواني ضدنا ثمنا باهظا من أي جبهة. بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة ومزيد من الفوضى. أعلنت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية لتعرض مصنع في كريات شمونة في الجليل الأعلى لإصابة مباشرة بصاروخ أطلق من جنوب لبنان. في سياق متصل أعلن حزب الله اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها. كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير سريان جنوب البلاد. أعلن البيت الأبيض عن تحرك حامل الطائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة، وأكد البيت الأبيض أن الهدف من تحرك حاملة الطائرات USS تيودور روزفلت بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول الاستعداد لأي سيناريو في المنطقة من خلال تحذير مواطنيها ودعوتهم لمغادرة لبنان. بدورها قامت بريطانيا بسحب عائلات المسؤولين العاملين في سفارتها في بيروت بشكل مؤقت بسبب الموقف الأمني الملتهب في لبنان. توقع موقع اكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن تهاجم إيران إسرائيل غدا. نقل الموقع عن المصادر الأمريكية والإسرائيلية أنها ليست لديها أي معلومات عامة إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أو سيعملان بشكل منفرد. حالة ترقب تسيطر على منطقة الشرق الأوسط بالكامل للرد الإيراني والتصعيد المحتمل ضد إسرائيل، حيث تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق مع تواعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل بعد ساعات من اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.
وفي مسعى لتعزيز الدفاعات في الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة، مع دعوة دول غربية رعاياها لمغادرة لبنان. هذا وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية، في وقت تعددت الروايات عن الكيفية التي تمت من خلالها عملية الاغتيال. وفي أحدث هذه الروايات كشف تقرير صادر عن صحيفة التلغراف البريطانية أن الموساد قام بتجنيد عملاء أمن إيرانيين لوضع متفجرات في 3 غرف منفصلة في دار الضيافة التي أقام فيها هنية، وهي تتفق مع الرواية الإسرائيلية التي صدرت عن القناة 12 الإسرائيلية بعد ساعات قليلة من اغتياله. في المقابل أعلنت إيران أن عملية اغتيال هنية تمت بإطلاق مقذوف قصير المدى من خارج منطقة دار الضيافة، وفي فيما تقوم إيران حالياً بتقييم خياراتها للرد. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده على مستوى عال جداً من الاستعداد لأي سيناريو دفاعي أو هجومي، ويعيد التوتر الراهن إلى الأذهان المخاوف من التصعيد في مطلع أبريل، حين اتهمت إيران إسرائيل بشن ضربة جوية دمرت مبنى قنصليتها في دمشق، ما أدى إلى مقتل ضباط في الحرس الثوري الإيراني، وردت طهران في حينه بهجوم غير مسبوق على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، تمكنت إسرائيل وحلفاؤها من إسقاط الغالبية العظمى منها. وتعد عملية اغتيال هنية واحدة من سلسلة عمليات قتل لشخصيات بارزة في حركة حماس مع اقتراب حرب غزة من شهرها 11، ما أثار المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاياني أن وزراء خارجية دول مجموعة 7 دعوا جميع أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد. وفي بيان له أكد تاياني أن وزراء خارجية المجموعة عبروا عن قلقهم الشديد إزاء الأحداث في الآونة الأخيرة التي قد تؤدي إلى اتساع نطاق الأزمة في المنطقة بدءا من لبنان، ودعا الأطراف المعنية إلى الإحجام عن أي تصرف من شأنه أن يعوق مسار الحوار والاعتدال ويشجع على تصعيد جديد. كشف استطلاع رأي لشبكة CBS نيوز أن الرئيس الأمريكي السابق المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة للرئاسة يتعادلان في الولايات الحاسمة الرئيسية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتحد فيه الديمقراطيون خلف هاريس كمرشحتهم الرسمية الجديدة. يبدو أن العالم المشتعل ما بين حروب متواصلة وتغيرات مناخية وأزمات اقتصادية ما زال عليه أن يشهد معارك أخرى ذات طابع سياسي مسرحي. هنا في الولايات المتحدة حيث بدأت المعركة الانتخابية في الاحتدام، خاصة بعد خروج بايدن من السباق الرئاسي إثر مناظرة كارثية الأداء حسب وصف أمريكيين، والتي أحرجت الديمقراطيين ودفعتهم التعجيل بدخول نائبته كامالا هاريس إلى حلبة السباق المحموم. وعلى ما يبدو أيضا فإن الخلافات على كل صغيرة وكبيرة ظهرت مبكرا حتى على موعد المناظرة المرتقبة في سبتمبر بين ترامب وهاريس، فبعد أن اتفق ترامب على إجراء مناظرة في 10 سبتمبر المقبل عاد وقرر إجراءها في 4 سبتمبر. وعلى منصته تروث سوشيال أوضح ترامب أن الاتفاق على يوم 10 سبتمبر قد انقضى بخروج بايدن من السباق الرئاسي. كامالا هاريس أصرت على الموعد المحدد مسبقا قائلة إنها ستكون حاضرة في 10 سبتمبر كما وافق سابقا، آملة في أن تراه، في حين اتهمها ترامب بعدم امتلاك القدرات الذهنية لخوض مناظرة حقيقية ضده. ويفترض
اعترضوا أن تقبل هاريس رسمياً في الأيام المقبلة ترشيح الحزب الديمقراطي لها للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر، كما أنه من المفترض أن تختار هاريس في الأيام المقبلة شخصية لتولي منصب نائب الرئيس في حال فازت بالرئاسة. أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن برنامج المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي جاء وافيا شاملا يشتبك مع هموم المسلمين ويناقش قضاياهم. وقال الأزهري في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمكة المكرمة إن المؤتمر يحشد الطاقات والقدرات لمواجهة كل صور العنف والتكفير والتطرف والغلو والتشدد. بجوار بيت الله الحرام انطلقت بمكة المكرمة فعاليات الدورة التاسعة لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي بمشاركة وفود 62 دولة، وذلك تحت شعار دور وزارة الأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال. وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض دكتور عبد اللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية النهج الراسخ للمملكة في جمع الكلمة ووحدة الصف وتفعيل مبدأ التعاون على البر والتقوى وتنقية الخطاب الديني مما لحق به من الفهم المغلوط، إضافة إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش وترسيخ مبادئ الوسطية وتعزيز المواطنة في العالم الإسلامي. نناقش مواجهة مستجدات التطرف والإرهاب وسبل تحصين المنابر من خطابات الغلو والتشدد وتعزيز قيم التعايش والتسامح وتصحيح فهم الخطاب الديني. من جانبه قال دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس وفد مصر للمؤتمر إننا في مصر نعتز بالأخوة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. أما فيما يتعلق بقضية المواطنة والانتماء قال وزير الأوقاف إن بلداننا تواجه خطاب التطرف الذي يقزم شأن الوطن، ويجب أن نتحد جميعا لمواجهة هذا الخطاب المتطرف لرفعة شأن الوطن وتعزيز انتماء الإنسان لوطن. وضعت على أجندة هذا المؤتمر عدة أهداف وعدة أعمال، أولها قضية مواجهة التطرف والإرهاب التي كانت ولا تزال هي الهم الشاغل الذي نريد أن نحمي منه بلادنا وأوطاننا بكل ما نملك. نحن في مصر قطعنا شوط كبير بفضل الله ونجحنا في تأمين بلادنا وأوطاننا من هذا الشر الكبير، لكن لابد من استمرار العمل على تحصين الأجيال القادمة وعلى حماية العقول وعلى حماية أجيال الشباب وعلى حماية كافة شرائح المجتمع وعلى الاستمرار في تقديم مواجهة جسورة وقوية لكل أفكار الإرهاب وتياراته وأدبياته ومنطلقاته ومفاهيمه. كان هذا أحد أهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر. هذا وقد تطرق المشاركون في الجلسة الافتتاحية إلى العديد من القضايا منها تحصين المنابر وقضية المواطنة والانتماء، وقالوا أن العالم يواجه تحديات جسيمة من اضطراب المفاهيم واختلال التوازن الأخلاقي، إضافة إلى الصراعات والحروب وخطابات الكراهية التي صورت مجتمعاتنا على أنها عالة تاريخيا ومستقبليا على الحضارة والحداثة، وأن المسؤولية ملقاة علينا جميعا وعلى وزراء الأوقاف بشؤون الإسلامية من أجل حماية المجتمعات والحفاظ على القيم الأخلاقية وتجديد فهم الخطاب الديني. وجدت مجتمعاتنا أنفسها مراراً وتكراراً في مواجهة سياسات الاستقطاب وأجنداتها تارة، وتارة أخرى في مواجهة خطابات الكراهية وصورها التي صورت مجتمعاتنا وكأنها عالة تاريخاً وحاضرا ومستقبلا. إذن فقد اتفق وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في اجتماعهم التاسع بمكة المكرمة على ضرورة توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والغلو والتطرف مع إعلاء قيم المواطنة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة والإرشاد بكافة الدول الإسلامية. من مكة المكرمة لمياء موافي، التلفزيون المصري. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 3,587,641 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة
خلال 3 أيام فقط من إطلاق النسخة الثانية للمبادرة، دعا وزير الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن للوزارة. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استكمال فعاليات قرعة تخصيص الأراضي السكنية بمدينة السادات ضمن برنامج مسكن. وقال وزير الإسكان إنه تم استكمال عقد الفعاليات للقرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية إسكان متوسط بمدينة السادات لليوم الثاني للمدينة، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج مسكن. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة تتطلب مساندة ودعم خبرات المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في تطوير منظومة التعليم، فضلا عن دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة والارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها والتغلب على التحديات. وخلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، استعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة لوضع آليات مناسبة واقعية لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور أن بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب ودعم تشكيل شخصية الطالب على كافة المستويات العلمية والفكرية والثقافية يمثل أولوية عمل للدولة المصرية. وخلال لقائه مع وزير الثقافة أحمد هنو لوضع خطة عمل موسعة لتعزيز الوعي والثقافة لدى طلاب الجامعات في مختلف القطاعات، أكد عاشور أن وزارة التعليم العالي تعد ضلعاً أساسياً في عملية تشكيل الوعي، كما أن الجامعات هي اللبنة الأساسية للمواهب والطاقة البشرية اللازمة لبناء مجتمع معرفي إبداعي. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة 9. أخبار المال والأعمال في نشرتنا تستعرضها لنا سارة نجيب. شكرا مصطفى، شكرا أدى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين. يأتي ذلك بعدما عززت الحكومة مالياتها من خلال مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ارتفع إجمالي صادرات قطر بنسبة 9.9% في يونيو الماضي على أساس سنوي لتسجل 29 مليارا و480 مليون ريال قطري. ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوطني للتخطيط، بلغ إجمالي واردات قطر 9 مليارات و900 مليون ريال في يونيو بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي.
تستعد روسيا لإطلاق مبادرة التكنولوجيات النووية والطاقة الجديدة بتكلفة قدرها 25 مليار دولار حتى عام 2030 بهدف تحقيق سيادة التكنولوجيا في قطاع الطاقة. تشمل المبادرة 10 مشاريع تهدف إلى دفع روسيا إلى دخول قائمة 10 الأوائل من حيث حجم الأبحاث العلمية وأعمال التصميم التجريبي، ذلك بالإضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق المحلي على هذه الأغراض إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسعة، والآن عودة من جديد إلى أداء ومصطفى، إليكم. شكرا لك سارة. تعهدت ألمانيا والفلبين بإبرام اتفاق تعاون دفاع لتقديم نموذج يحتذى به للنظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وخلال أول زيارة لوزير الدفاع الألماني بوريس كيسروس إلى العاصمة الفلبينية، أكد أن بلاده ملتزمة بإقامة علاقات طويلة الأمد مع الفلبين لتوسيع نطاق التدريب والتبادلات الثنائية وبحث فرص توسيع التعاون الثنائي في مجال التسليح والعمل في مشروعات مشتركة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى المحطة الثانية في نشرتنا، أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. أخبار الكرة والملاعب، وعودة مجددا إلى سارة. شكرا أدا، شكرا مصطفى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الثانية والوقفة الرياضية. يتقدم الآن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين للا شيء على ضيفه فريق المقاولون العرب في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى على استاد الدفاع الجوي يسيطر التعادل السلبي على مواجهة بيراميدز أمام نظيره زاد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 29 للبطولة. هنأ وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي منتخب كرة اليد بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 34-27 في ختام مبارياته بالمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية والتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس. وأكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن هذا الانتصار هو خطوة قوية نحو تحقيق إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية، مشيرا إلى أن هذا الفوز يعطي دفعة معنوية كبيرة لباقي الرياضيين المصريين. ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية منتظرا مباراة الدنمارك مع النرويج التي تجرى الآن. وفي حالة فوز الدنمارك أو تعادل المنتخبين سيحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة بشكل رسمي، وهو ما سيعني حينها أنه سيلتقي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى. أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أن حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا، وأن المنتخب سيفعل كل شيء من أجل تحقيقه. وتأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي من المسابقة بعد فوزه على باراغواي بضربات الترجيح في دور الثامنية، وسيواجه منتخب فرنسا صاحب الأرض غدا في العاشرة مساء في المربع الذهبي. نهاية جولتنا الرياضية لتسعة، والآن عودة من جديد إلى مصطفى وأدا، إليكما. شكرا لك سارة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في وفاة 175 ألف شخص سنويا في أوروبا. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ إن درجات الحرارة في الدول الأوروبية ترتفع بمعدل ضعف المتوسط العالمي، ودعت المنظمة الحكومات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير الصدمات الحرارية على الأشخاص.
والآن مع متابعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة في مصر والعالم. أحوال الطقس نعود فيها من جديد إلى سارة. شكرا لكم مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويسود ليل وفي الصباح الباكر طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 36، الصغرى 27، الإسكندرية 33-25، مطروح 31-23، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 37-24. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 36، الصغرى 25، العريش 35-25، طابة 37-25، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 42-31. وأما عن الأقصر فالعظمى 43 والصغرى 28، أسوان 43-31، الوادي الجديد 42-28، شلاتين 38-32، وأخيرا حلايب 34-29. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبختام بيان درجات الحرارة نصل إلى أبرز لقطة لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة الكريمة، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.